بحب شوفي عادة أنا بحب أعمل بيض بالعيون، بس اليوم بدنا نعمل إنه هيك شابك كله مع بعضه، بدنا نساوي السكرامبلد إجز. طبعا منعزل من كمية الزبدة نازل. لا أسكى إشي مع البيض صراحة، مع كل إشي. هلا عم تحطي حليب على البيض صح؟ بدي أحط نتفة حليب، وهلا بدي أحط ملح وفلفل. أوكي. المهم بعد بكم من يوم ولا ما منلاقي، بتحكي لي بنت عمتي مارق واحد بده مصاري، طلع هو المسحراتي وهداك متربص له ولازم على الحارة كلها وماخذ المصاري، وانه حدا يصدقه لهداك الحزين. راح يعني اخذ مصاري، قولي حرام. بعرفش صراحه اذا انه يعني، بس تخيلي المقلب اللي تعب كل الشهر راح. واحنا عندنا بعدين جيراننا احنا اللي جنبنا، انا كثير بحبهم صراحه، بيعملوا جو بالحاره كثير. بس يمرق المسحرات من عندهم بركضوا عليه بسرقوا طبلته وباخذوها بدخلوا فيها على البيت وعلى العماره، وكله عندنا هيك بقعدوا يضلوا يطبلوا ويصحوا العماره، العمارات اكشلي مش العماره الواحده. شوفي هاي الاجواء قد ايه حلوه، وين بتشوفيها؟ موت عليها، موت عليها هاي الاجواء لحالها. حلوه. هلا في انا شفتي الزبده اعطيتها لون بزياده. اوكي لنا. ودرتي بس البيض واسكى شيء الاجبان. تفننوا بالاجبان. شكلي اجبان. شكلي ايش ما بدك. انا تعلمت البيض العين منك، ان كيف بتغطي عليه دائما كانت تطلع عندي ناشفه. تركيها على جنب. ما تعجئيها. انه بتحطيها وبعدين بتغطيها. صح 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 صح. اوكي هلا هاي شوفي الزبده هاي شايفيتها هاي براون بتر. رح تطلع عن جد. ايش سميتها هذيك المرة؟ حليب الزبدة. حليب الزبدة. هاي ما تتخيلي قد ايه زاك، هي من الروائح المفضلة عندي. شفتي في انا شو قاعدة عم بعمل؟ بس باخذ شوي وبمشيها لعندي. وبتمشيها. انا اولها شهم كان ما يحب البيض، بعدين لما صرت احط له حليب بالبيض واعملها زيك سكرامبلد هيك مع تشيز صار كثير يحبها، هلا بطلبها. أنا صرت أعملها لبنات أختي أشكال عشان يتحمسوا إنهم بدهم يأكلوا، أو بخليهم يدخلوا معي بالطبخة. بيض بخليهم يفقسوا البيض ويخلطوا صح. وكذا صح. أنا هيك صرت أعمل، بحبوا هيك. هلأ في القوالب كمان طبعاً خلت الحياة سهلة جداً. الحياة جميلة. صح صح. ففي القوالب اللي على شكل فراشة وورد وحتى حيوانات، فبنقدر. شفتي هذا الفيديو اللي حاطين عاملين الرز تيدي بير دبدوب وحاطين الاومليت عليه زي الغطا متغطي. حلو. شايفه هاي كيف هيك بتحبي بيه الصغار بالاكل يعني. هذه بتعرفي اضبط اكله فيها زي ما الحلقات رح نعملها او عملناها، الرز بالرز، رز الشعلان بتجيبيه وبتعملي فيه هذا البيض، وبتعملي فيه هذا الرز وبتنيمي البيض عليه. حلو برضه. يي بجنن، غير شكل بيطلع رز ببيض. والله هيك بياكلوه. موز بحليب. هيك بياكلوه برا. بدي ابكي. تبحتوني. مش نتفة ملح عشان ما يحكوا ان بس هدول اسكى اكلات على السحور. في اسكى من البيض؟ لا ما في اسكى من البيض مع التشيز، ما في. نو. هلا بدنا نقلبها. زيح. اوكي بدك الصحن صح؟ ازيح انا. اف شو هالفليب هاي؟ لا بدك ترجعي تعيديها وتوقعيها على ال عيدها. عيدها. لا 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 معنا. طيب شوفي هلا كيف توقع على 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 غاز نسيم الدادا. هلا بنحط هون الجبن. اوكي بس يا بيبي الموضوع اسهل مما يكون. حبيت هاي الفليب. طبعا هذه يعني يا دوبك تكفيني انا صراحه. يومي قد ايه زاكيه؟ الاومليتس لما واحد يسافر بالاوتيلات اسكى شيء فطور. الفطور ضل طالع نازل. هي المفروض تاكلي مره واحده خلص روح يعني خلص. لا انا بضل رايح جاي رايح جاي. اسكى شيء الفطور بالاوتيلات، وخصوصا اوتيلات العقبه.
والبحرة. يا جد. الله اسمع بديش احكي عن الاوتيل هاد بالذات بس يا الله يا في شو بحب اكله شو بحب الهوسبيتاليتي تبعيته صح. شو بحب الهاد خلينا نحط شوية بقدونس عليها بقدونس بيمشي معها تعال نجيب بقدونس